الأسبوع الماضي انتهى إكسبو دبي 2020 بعد 6 شهور على حفل الافتتاح. أكثر من 24 مليون شخص دخلوا المعرض يلي استضاف 192 دولة وتكلل بالنجاح. ويمكن أحد أسباب هالنجاح هو شخص لبناني بيبدأ نهاره الساعة 7 الصبح وبينتهي بعد نص ليل. كل يوم كان عنا استضافة يوم عيد وطني، يعني عنا تجهيزات بتبلش من الساعة 7 الصبح لغاية الاستضافة اللي بيكون عنا إياه بساحة الوصل الساعة 10 الصبح، من الوفود الوصول الاجتماعات الثنائية التحضيرات لها. كتير مهم نحن بعصرنا الحالي انه تقدر تجمع 192 دولة تكون موجودين. كل دولة عندها عدة اهداف، في ناس عندها مركزة على الانوفيشن، في ناس اجت عم تشارك هون عم تفتش على حلول وتبني شراكات. بالارقام اكسبو 2020 بيمتد على مساحة 4.4 كيلومتر مربع، يعني قد 600 ملعب فوتبول او ضعف حجم موناكو. اشترك فيه 192 دولة، استضاف أكثر من 35 ألف إيفنت بظرف 6 شهور، زاروا أكثر من 80 رئيس جمهورية و10 آلاف وزير، واستقطب أكثر من 14 ألف محاضر. العالم ما بتشوفه، يمكن بيشوفوه شوي بالأخبار، هو كمية أصحاب القرار ورؤساء الدول اللي حضروا هون، واللي كان تلاقوها فرصة أيضاً لزيارة الدول التانية ولفتح نوع من التواصل أو لتثبيت اتفاقيات عاملينها. التحضير للأكسبو بدأ عام 2016، واليوم بعد 6 سنوات حفل الختام الأسبوع الماضي ما كان إلا البداية لرؤية مستقبلية بتمتد إلى العام 2071. كان في تحضيرات من أول يوم، فريق عمل متخصص إنه لنقدر بعد ما يسكر باب أكسبو يفتح المنطقة اللي رح تصير عن جديد اللي هون، اللي هي اسمها ديستريكت 2020، لنقدر نخلق الداونتاون الجديد تبع دبي. هيدي الداونتاون الجديد هي استكمالا للرؤية، لانه مثل ما بعرف الامارات دائما بتحضر 50 سنة لقدام. هيدا اللي بيخليك تحلم وتنفذ.